بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فهذا الشريط رقمه 7686. وفي العصر الحديث قام الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن السعيد بإعداد دراسة علمية حول ابن قدامة وآثاره الأصولية، أشار إلى هذه الناحية، وأن الروضة وثيقة الصلة بكتاب المستصفى للغزالي، بل هي متفرعة عنه، فهو أصلها في الجملة، وأن منهج ابن قدامة في كتابه الروضة لا يبتعد عن منهج الغزالي. ولكن الدكتور السعيد مع ذلك يؤكد أن ابن قدامة مستقل بفهم ما تحدث عنه، ومتصرف فيما نقل منه، وله وجهة نظر، وله رأيه الذي استقل به. فابن قدامة لا يتابع أحدا دون فهم، وإنما نقل عن الغزالي كما نقل عن غيره من العلماء، مع المناقشة لآرائهم والتصويب لأفكارهم مع التوجيه للنصوص. ثم جاء الباحث عبد الرحمن الزديس اليوم ليؤكد ما ذهب إليه الدكتور السعيد، بل أضاف إضافة علمية رائعة، حيث أحصى أكثر من 100 موضع في إطار المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية فحسب خالف فيها ابن قدامة الغزالية، وهي نتيجة علمية تثبت استقلالية ابن قدامة في الفكر والفهم وفي التصرف في النصوص التي يستقيها من مختلف المذاهب الفقهية. وقد بلغت هذه الدراسة أيها الإخوة التي قام بها الباحث رزديس أكثر من 1000 صفحة في مجلدين كبيرين. ولا غرابة في هذا، فكتاب الروضة لابن قدامة من أهم المراجع في الأصول عند علماء الحنابلة الذين جاءوا بعد المؤلف، حيث أكثر من دراستها والرجوع إليها، وهي الآن موضع العناية والدراسة لدى طلبة العلم. فابن قدامة أصولي فقيه وعالم بأحكام الشريعة وبقواعدها وضوابطها، ولقد ظهرت ثمرة هذا العلم في كتبه كالمغني، وهو من مدونات الفقه الإسلامي الكبرى. ولد ابن قدامة المقدسي في عام 91 و400 هجرية، وتوفي في عام 58 و500 هجرية. وقد ألف الموفق ابن قدامة في شتى النواحي العلمية في الفقه وأصول الفقه وعلوم الحديث وعلوم القرآن وغيره. والغزالي ولد في طوس سنة 450، وطوف في بعض الأمصار الإسلامية، وترك مؤلفات قيمة في الفقه وأصول الفقه والأخلاق والتربية والرد على المبتدعين والفلاسفة وغيرهم. وقد حفظت أكثر مؤلفات الغزالي التي وصلت إلينا، ومعظمها مطبوع ومتداول، وهناك لا زال بعض المخطوطات له. هذا أيها الإخوة مجمل لموضوع هذه الأطروحة، جعلتها مدخلا لمناقشات والتصويبات التي أثيرت حول هذه الأطروحة، وقد قدمنا لحضراتكم في حلقة الأسبوع الماضي بعض الملاحظات العامة التي وجهها الدكتور أحمد سير مباركي للباحث عبد الرحمن الزديس، ونتابع مع حضراتكم الآن بعض الملحوظات التفصيلية، ثم تستمعون إلى بعض الجوانب من مناقشة الدكتور إبراهيم الإبراهيم. فإليكم أولا ملاحظات الدكتور المباركي التفصيلية، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. انظر صفحة 17 يا أخي، خلي 7. سأختار إن شاء الله بعض الملحوظات التي أرى أن فيها فائدة للجميع. تقول 4: مع اعتمادي على هاتين النسختين الكتاب ولم تعثر المخطوطة، ما لقيت شيئا بالمخطوطات. أقول: في استقرائي لمراجعك وفي استقرائي للرسالة ما رأيت أنك رجعت إلى مخطوطة الروضة أو إلى المستصفى. ماذا قلت أنا هنا؟ قلت: ومع ذلك لم أرجع إليها إلا نادرا، لأن بحثي خاص بدراسة مسائل الخلاف. أين النادر؟ النادر فقط نظرا بدون كتاب. نظر ما يكفيني أنا. هذا عمل الدكتور عبد العزيز. أنا لم تتبقى النسخة أن لديك مخطوطتين، لديك مطبوعتين ولديك مخطوطتين. أخذتهما وهي عندي. لكن أنت أصدقك، لكنك لم تستفد منهما، ما رأيت شيئا في البحث رجعت فيه إلى المخطوطة. صحيح. لا الغزالي ولا الروضة. لماذا أعود إليها؟
الكتاب محقق الآن وعملي ليس تحقيقا. طيب سؤال آخر، هل الغزالي بطبعته الحالية أنت راضي عنها؟ ما أنا براضي عنها، أنا طلبت في هذا الوضع. أنت راضي عنها بطبعها الحالي؟ على كل حال هي جهد، جهد ما في شك، ويشكر عليه صاحبه جزاه الله. ما في شك يا أخي، على كل حال كل كتاب يحتاج إلى يعني فيه سقطات، فيه شيء لو من المطبع. إنما لو تضعون مثلا كتابي تحقيق المخطوطات. طيب يا أخي كما تذكر المخطوطات؟ رجعت إليها لأستأنس بها وأستفيد منها إذا وجدت في كلام ابن قدامة رحمه الله أو الغزالي نفسا، وحتى فيها ولم ترى أن فيها شيء استفاد فيها كثير ليس عمل. فلماذا لم تثبت ولو موضع واحد؟ جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير، إنما الاستئناس كذا. طيب ما دام مسألة استئناس. طيب يا أخي 22 يا أخي، هنا أنت اتخذت منهجا وهو منهج شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، يبدأ بالصفحة ثم الجزء، لكن تقول إنه هو المنهج الأسلم لغة. الأسلم لغة في التدرج في الأرقام، مع أن هذا المجمع اللغوي أقر ذلك، لكن ما علينا، نحن نتحاكم إلى اللغة. فاللغة في الأعداد تبدأ بالأصغر فالصغير فالكبير فالأكبر، ولا لا؟ هل هذا منطبق على الجزء والصفحة ولا ما منطبق؟ يتبين هذا إذا طلبت مني أو طلبت من أحد من الآخرين أن يعرب إعراب، مثلا انظر الجزء ثم الصفحة أو الكتاب ثم الجزء. مش إعراب هذا؟ كيف تعرب؟ انظر الكتاب الجزء الأول، الجزء بدل يعني صفحة. نعم بدل انظر كذا ايش، انظر الكتاب ثم تقول الجزء صفحة انظر صفحة كذا من كتاب كذا من كتابك من جزء كل من موجودة من الجزء الأول من الصفحة 65 و100. سبحان ما الله. في شيء، هل في شيء؟ لغة ما في شيء، ولهذا أنا حرص جدا أنا أعود بلغة العربية حتى لا نكون تبعيين حتى في رسائلنا لغيرنا. يعني أنا هذا وجهة نظر، أنا أقول إن الإنسان يأتي أولا بالمرجع، يعرف المرجع ثم يأخذ الجزء ثم يذهب للصفحة، هكذا متسلسل في هذه ناحية عملية. انظر صفحة جزء كذا من كتاب كذا، هذه ناحية عملية، لكن الناحية العلمية التي تتفق في الإعراب ما تصح إلا هكذا، إلا إذا عربت هذه بدل. بدل أحط من الجزء الأول انظر كتاب كذا، البدل لأجل يكون مقابل بدل منه، كل بدل. لكن كما تفضلتم أن هذا منهج شيخنا الشيخ عبد الرزاق، وهو حفظه الله الذي أشار إلي بهذه النادرة التي أعتبرها يعني أعتز بها كثيرا للشيخ. جزاك الله خير وجزاك أيضا وإياكم. طيب يا أخي هنا قد أشرنا إليها، فاللي هو أنك تجمع المراجع في مكان واحد أشرنا إليها، ما في لازم نعيد الكلام. بعد ما توافقون على هذا يا شيخ، ترون انه غير سليم لغة؟ وش هو منهج الشيخ عبد الرزاق؟ منهج الشيخ عبد الرزاق يذكر اللي انا اراه وجهة نظر، يعني وهي وجهة نظر ان الانسان يبدا بالجزء. نعم ولا لا؟ وبالكتاب ثم الجزء ثم الصفحه، والصفحه المحظور اللي انت تقوله إيه؟ انا اتلافاه لاني ابدا بالاصغر ثم الصغير ثم الكبير ثم الاكبر. ما المانع مع اللغة العربية أجاز ذلك، لكن ما المانع لغة؟ أنها صح لغة الإعراب في الأعداد، صحيح في الأعداد. نعم تبدأ بالصغير، انظر صاد كذا من كذا من كذا، هذا السليم تدرج. وورد صاد لغة شلون؟ ورد صاد لغة. طيب يا أخي أجلت بها 24 24 يا أخي، المنهج هنا الذي اتبعته في ترجمة الشيخين أنا لي عليه ملحوظة، لأن هذه الأشياء كان ينبغي أن تجعلها في فصول، في بحوث، في مطالب، ما إلى أن تتسق. تقول يتناول نسبه، مولده، نشأته، عصره، كذا كنت تريد أن تنظمها في مطالب، في بحوث لو صغيرة. جزاك الله كل حال، هي مقصود سهلة. حلو أنها هذه الملحوظة التي بعدها صفحة 25
الفصل الخامس. طيب. تقول الدليل الخامس القياس. عارف؟ عرفته. عرفت؟ وقد أعددت جوابا قد يكون يعني في اختلاف وجهات النظر. لأن هذا لم يعده الشيخين أو واحد منهم صرح بأنه لم يعد. ليس المقصود هو أن نسير على ما سار إليه، المقصود أن نتلافى حتى أخطاءهم إذا ثبت. يا أخي علق عليه قل جعل هذا. تكلمت عن هذا عفى الله عنك، لكن جعلته فصلا مستقلا شعورا بأن هذا الذي في أحد من ينكر القياس إلا ما أحد ينكر القياس، لكن هل هذا من صنيع الرجل؟ ليس صنيعهما تاما، أجل ما عملي أنا. نعم ما عملي أنا. طيب تجعلهم تلزمهم بأنهم قسموا الأدلة المتفق عليها إلى خمسة وهم قسموها إلى أربعة؟ أنت لعلكم قرأتم مسلكي في. طيب ما هو الجواب اللي أعددته؟ أعددت أن هذا أن الإمامين رحمهم الله اتفقا على أنه دليل، وإنما أخراه لناحية تنظيمية في التأليف، ولو لم أكتبه لحصل هناك لبس، حيث أنهم لا يرون الباب لو فتحته لتخلصت من كل الملحوظات. على كل حال، هل الإمامان لا يريان القياس دليل؟ ما أحد يقول لا، لكن هل عدوه دليلا خامسا؟ عدوه طريق من طرق الاستثمار. أنا أسألك بهذا، هل يا نعم يا لا؟ ليس من الأصول المتفق عليه اللي ذكرها هذا مقصد. صحيح، لكن يا دكتور ألا نستدرك عليهما؟ استدرك، لكن استدركت وبينت منهجي في هذا، قلت إني أخالفهما وكان ينبغي أن يوضع 38 دليل الخامس. شوف لي بالله أعلى من الاستصحاب. 48 يا أخي، هذا نجاع الأرقام بالقلم الأحمر عشان نعم. تقول سطر واحد يا أخي، ومع انتساب اقرأ. ومع انتساب الغزالي لهذا المذهب فإنه لم يقف جامدا مقلدا لكل ما قال الإمام، كلا، ومن يستعرض كتبه الفقهية والأصولية يجد اجتهاده في المسائل ومخالفته يجد بمذهب. اجتهاده في المسائل. طيب انت في صفحة ماضية قلت أن الاجتهاد انحصر من نصف القرن الرابع، ما عاد في اجتهاد، وشيخنا اللي هو الغزالي اجتهد. ايه هذا اجتهاد المقصود بالعام، الاجتهاد اللي انحصر اجتهاد الامه عموما. كيف اجتهاد الامه؟ الاجتهاد لا يوجد الا في اشخاص يا اخي. كون الغزالي يجتهد في قضيه يخالف فيها شيخه لا وجهات نظر، ليس اجتهاد. يجد اجتهاده في المسائل ومخالفته لمذهب الشافعي في بعضها، اذا فالرجل مجتهد. انت حكمت عليه بالاجتهاد، مجتهد في بعض المسائل في بعض. هذا مرادك، لكن الإراد لا المراد لا يدفع الإراد. جزاك الله خيرا، لكن أيضا العبرة بالأعم كون العموم. تقول انحسر ولم يوجد إلا هناك مقلدون متعصبون إلى آخره، وهذا ما يسلم. هذا يسلم، لكن البعض نعم. يوجد، لكن يوجد مجتهدون بما فيهم الشيخ. أنا ما أدري عاد، أنت أثبتت للغزالي الاجتهاد فمقتضى ذلك اجتهاده في مخالفة شيخه الغزالي في بعض المسائل. ما قلتها يكون باب الاجتهاد مفتوح. تقول يجد، تقول لم يقف جامدا مقلدا. صحيح. إذا لم يكن مقلدا فهو مجتهد، لأنه لا ثالث لها. هذا لسعة علمها فالله، لأنه إما مقلد وإما مجتهد لا ثالث لها. عجيب، وأنت نفيت عن التقليد فيبقى الاجتهاد. طيب خيرا، جزاك الله أرجو عشان نمشي يا أخي. خير إن شاء الله، جزاك الله. نظر يعني. وهنا أيضا سؤال آخر، عدم دقة التقسيم في بعض مباحث الكتاب. عدم دقة التقسيم ولا عدم دقة الترتيب؟ تقسيم البحث إلى أبواب وفصول ولا ترتيبه؟ هو في الترتيب أقرب. ومثال ذلك ما فعله من تأخير مبحث تقسيم الكلام والأسماء ومبدأ اللغات، وكان الأولى أن يقدم هذا المبحث لأنه المدخل إلى علم الأصول، هو أحد مفرداته التي يتكون منها بحثه. أيوه. وهي علم الكلام والعربية وأدلة الأحكام الشرعية. الأصول تتكون من علم الكلام والعربية وأدلة الأحكام الشرعية؟ كيف؟ منهج المتكلمين. كيف من أدلة الأحكام الشرعية؟ علم الكلام، هذا بيان، هذا متفق عليه. المباحث والعربية والعربية وأدلة الأحكام الشرعية، الأدلة المعروفة أدلتنا. يعني أصول الفقه يستفيد من الأدلة؟ يستمد من الأدلة؟ لا، المقصود هنا عفى الله عنكم أن أبين الشيء من المفردات التي يتكون منها بحث المستصفى أو كتاب هذا وهم يا أخي. لماذا؟ نعم. هذا وهم. لماذا؟ لأن أصول الفقه هي الأدلة، فإذا حذفت أدلة وقلت الأحكام الشرعية استقام الكلام. اشطب الأدلة بس. اشطب الأدلة. طيب والأدلة؟ لأن الأدلة هي نفس الأصول، تستمد من علم الكلام وعلم العربية والأحكام الفقهية. جزاك الله. لكن الأدلة لا. أحسنت.
هنا 112 يا أخي، تصف الروضة في أول شيء تقول جزالة ألفاظه، زين؟ نعم. ها؟ في الصفحة التي بعدها رقم صفحة 114 سطر 4 من أسفل تقول إلا أن ابن قدامة قيد نفسه بأسلوب الغزالي، فأريدك أن توفق بين هذا، أنت نسبت الجزالة إلى الروضة وهنا نسبت الأسلوب إلى الغزالي، فلا تكون الجزالة لله. كلاهما جزلة إلى الحرف، لكن من الأساس؟ ما دام الأسلوب هو أسلوب الغزالي. لكن الغزالي رحمه الله كان كتابه مغلقا قليلا، لا يستطيع من يقرأ إلا طالب العلم المتمكن. أنت تقول جزالة ألفاظه. نعم. وجزالة الألفاظ من الأسلوب، صفة من صفات الأسلوب، أليس كذلك؟ نعم. ثم تقول أن الأسلوب أسلوب الغزالي. يعني طريقة الغزالي. يعني. نعم. سلم وكيفك بعد ذلك. أحسنت. نجد. جزاك الله خيرا. طيب يا أخي خلي هذه تروح. بعد ذلك يا أخي 115 ترى فيه شيء، رقم 3 سطر 2 يا أخي. نعم. تداخلت بعض مباحث الروضة بعضها في بعض بحيث يصعب على الطالب المبتدئ تمييزها، وكان حري به أن يحصرها قبل تفصيلها ويسرد في أول كل مبحث أهم نقاط. يا أخي هذا منهج له، وأنت إذا أردت أن تتبع المناهج منهج له. أنا أصف الكتاب. ماذا تقول؟ تداخلت بعض مباحث الروضة. نعم. هذا في ملحوظات على الكتاب. أيوة. نحن قلنا رقم 3 سطر 2، وكان حري به أن يحصرها قبل تفصيلها مثل ما فعل. نعم. من هو؟ الشيخ الأندي، الشيخ الغزالي. يا أخي كثير من الأصوليين ما يحصرون، يأتي يتكلم يدخل إما في الأوامر، وبعضهم يدخل في العموم، وبعضهم يدخل في الحكم. نريد أن يسهل الموضوع لنا. طيب. نعم. طيب يا أخي. لكن فعلا في الروضة تداخل أحيانا غريب. أنا أنت ضربت مثالا بالتداخل بأخبار الأحد، فهل تستطيع أن تأتي مثال آخر؟ هذا مشهور، أنا أريد مثال آخر، لأنك كونك جعلت منه قاعدة معنى أن عندك عدة أمثلة، لكن واحد شطح مرة واحدة مثل شطحاتك وشطحاتي وشطحات فلان. صحيح. نعم. فيغفر له يعني. عفى الله عنه. طيب. لكن أخبر بما حصل. هنا تقول وكذلك لم يذكر من أقسامه إلا الشرعي فقط. في؟ إلا الشرعي فقط من أقسام الحكم. صحيح. ماذا تريده أن يذكر؟ مادام أصولي يذكر الحكم الشرعي. ماذا يقصد؟ أريد أن يذكر الأحكام كلها، يقسمها إلى قسمين. كيف؟ وش القسمين؟ ما القسمان؟ تكليفي ومواضيع. تكليفي شرعي والوضع شرعي، كلهما شرعي. إذا أطلقت الشرعي يميل إليها أنها الواجب. لا لا لا، هذا الشرح لك. هذا أنت لو قلت العبارة إلا وكذلك لم يذكر من أقسامه إلا التكليفي. تكليفي أحسن. يعني لك أنا إلا التكليفي. لا أيضا ما يمشي، لأنه ذكر الوضع أيضا. لكن ذكر الوضع. تقول في آخر ذكر الوضع أيمش. الوضع وأقسام السبب والشرط والعلة ذكرها يا أخي، والصحة والمال تكلم عنها في المقدمة المنطقية هذه. لا، بعد ذلك درسناها وطلاب يشهدون. وأنت درستها على كل حال. بحثينا على كل حال، قد لا أكون ما استحضرتها. هذا مؤكد يعني، حق اليقين. الله يجزاك خير. هنا تقول وكذلك له بعض الإطلاقات غير مقيدة كإطلاق جواز تكليف المكره دون التفريق. أيوة. ونحو ذلك مما أخذ عليه. هذه العبارة مطاطة يا شيخ، مطاطة. نحو ذلك، وأدخل في نحو ذلك، ما أريد شيء محدد. حددنا لكم. أعطيني مثال آخر غير هذا ونحو ذلك. ما استدركت أنا، ما حاولت أن أقرأ الكتاب. إذا الكتاب هو البيان. جعل نفسك في عفو منها، لا تذكر ونحو ذلك مما أخذ عليه. جزاك الله خير. أنا أذكر قليلاً. يعني أصول وأنك يعني والناقد بصير لو أن الإنسان. نعم صحيح، هذا صحيح وجهة نظره. نعم. طيب يا أخي تقول تابع الموفق فقر 5 اقرأ. تابع الموفق الغزالي في كثير من المواطن دون أن ينتبه لتحقيق المسألة كما يتضح ذلك في حصره آيات الأحكام. ما دليلك على أن
الموفق لم يتنبه بهذه المسألة. ما دليله هو على أن أحكام آيات الأحكام 500؟ هذا رأيه يا أخي، لكن تقول ما تنبه. ما دليلك على أنه ما تنبه؟ كونه لم يذكر الدليل. متابعته الغزالي. طيب إذا كان الأمر كذلك، أنت قلت في وصفك لابن قدامة بأنه ما كان يتابع هكذا، كان يفهم ويدقق وكذا، إذا هذا تناقض. في بحثنا هذا، فيما استدرك، فيما استدرك يعني. أنا قلت لك المراد لا يدفع الإرادة يا أخي. شوف الأمر فيه يعني، وأراد أنه يتنبه. لم يتنبه يا أخي، هذه خطيرة. الرجل يتبع الغزالي ما يتنبه. هذا حاصل هذا حاصل فعلا. طيب إذا كان حاصل هذا، أنت تقول في موضع آخر سأذكره. هذا لا ينكر كون ابن قدامة تقول موضع آخر تقول. هذا هو. نعم أنا كلها شخصيته يا دكتور. أيوة سطر 5 في آخر الفقرة ماذا تقول؟ إلا أنه وله وجهة نظره. صفحة 17 وله وجهة نظره. ما في تنافي يا دكتور. أنا بس أبغى تكبر. وعليه فيكون الموفق قد اطلع على أقوال العلماء. لا لا وله وجهة نظره اللي هو سطر 5 يا أخي أو 6-7 وله وجهة نظره ورأيه. ورأيه الذي استقل به وشخصيته العلمية المتميزة. فهو لا يتابع أحدا دون فهم. طيب لماذا لم يتنبه في متابعته للغزالي؟ واحد أخلط. بارك الله فيك. إنما على كل حال ما أريد الوصول إليه هو والله أريد فائدتك حقيقة يعني. جزاك الله خيرا. ما في شك الله. اسمع هذا تناقض ظاهر قلت لك. نعم. طيب هنا أيضا بعض الأشياء لا تملك عليها دليل لكن خليها. جزاك الله. نعم. صفحة 119 يا أخي. تقول سطر 5 من أسفل اقرأ. جاء في قواميس اللغة الدليل ما يستدل به أو الدال أيضا إلى آخره وأنت نصصت. طيب يا أخي جاء في قواميس اللغة، أنا أرجع لأي كتاب ما دام هو نص؟ ما أحلت إليه. ها؟ ما أحلت كلها يعني هذا نصها؟ لأنه بالنص معناه من كتاب معين. طلعت عليها وقرأت ما فيها وكتبت يعني. بس جاء هذا كله فيها بهذا النص؟ أو قريبا منه. أو قريبا منه. يلا مية كم الآن؟ احنا وصلنا 120. طيب هالحين إن شاء الله. الله. طيب هنا أيضا ملاحظة أو ملحوظة سطر 9 تقول والأصوليون في صفحة 120 والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن. طيب وتقول وذهب القاضي في آخر المسألة إلى أن اسم الدليل يشمل ما أوصل إلى علم أو ظن لعدم تفرقة. طيب القاضي ليس أصوليا؟ بلى. إذن قولك والأصوليون يفرقون هذا ما صحيح. بعض الأصوليين في الجملة يا شيخ. طيب جملة الأصوليين حينما أقول اتفق العلماء. طيب يا أخي هامش ثلاثة في نفس الصفحة. اتفق المسلمون أقصد العلماء يعني. ها؟ لما أقول اتفق المسلمون بس لما أتي في موضع آخر وجادلك تقول لي أل العموم وأمشي. حينما يذكر العموم دائما يراد به العام الأغلب وهذه معروفة. العموم معروف. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس معناه أن بعض الناس. فالأصوليون هنا تقول يفرقون بين ما وصل بعض الناس بينما القاضي وجمهورهم جمهور الأصوليين لا يفرقون. بارك الله فيكم. هنا ثلاثة تقول ثلاثة في نفس الصفحة. ايه ثم قلت وقريب منه تقسيم أبي الخطاب. ذكرت تقسيم صاحب الموافقات وقريب منه تقسيم أبي الخطاب. فلو عكست كان أولى. يعني التقسيم في الأصل لصاحب التمهيد. نعم. وتقسيم صاحب الموافقات يتبع قد يكون استفاد منه استفاد من كتاب آخر قد يكون الاثنين استفادا من كتاب آخر فهذا أولى. يعني التقديم الزمني. أي ما هو الآن تقول وقريب منه تقسيم أبي الخطاب قريب من تقسيم من الحقيقة الصفحة ما صفحة 120 هامش ثلاثة يا أخي. نعم تقول وقريب منه تقسيم أبي الخطاب في التمهيد قريب من تقسيم من صاحب الموافقات. نعم فأيهما الأولى؟ يعني مدى مقريبين أنا أقول أولى. كان تقول إن تقسيمة صاحب الموافقات هو الأقرب. لا. من أجل أن تجعل التقسيم للأول بس تنسبه للأول فقط مجرد أشارة فقلت لها. الأولى بعض مناهج الأصوليين يلا الأولى بس أنا. جزاك الله خير. طيب يا أخي. طيب يا أخي هذه مسألة 257 تقول سطر 6
أما ابن قدامة من أولها، أما ابن قدامة وهو الذي يرى الاحتجاج بها، فمذهبه عدم اشتراط التتابع في قضاء رمضان. ولعل هذه القراءة الشاذة لم تثبت عنده. أيوة. أو عارضها عنده معارض. ما دليلك على هذين الاحتمالين؟ ما أورد في كتابه المغني. لا أورد صريح، أنا رجعت للمغني ونقلت نصه. طيب، وقد ذكر في كتابه المغني المسألة. أي نعم. وذكر الأقوال فيها ورجح عدم التتابع. أيوة. وانتصر له. لماذا؟ وفند رأي المخالف. يعني ما فيها وضعف أدلته. وضعف أدلته. أدلة، وذكر أنها لو صحت لحملت على الاجتهاد. هذا من عندك ليس من عندك. جيد، وذكر أنه أولا الرجل يقول أن القراءة لم تصح عندي، فما في احتمالين، هذه واحدة ولا لا؟ نعود إلى المغني على كل حال. أنا رجعت إليه وأحلف أنا تبارك رجعت إليه الليل بعد. الله ينزل. وصررت أن أستصحبها لكن نقلت النص. عفوا لا أفكر. إذا أردت أقرأ عليك النص، هو موجود هذا عندي. ولكن لم يقل لحملة على الاستحباب. أنت تقول أن هناك. إن المتتابعة أحسن. تقول أن هناك احتمالين ولا لا؟ أنا أقول أنه الرجل صرح بأنها لم تثبت عنده. طيب. هذا واحدة. نعم. وقولك وذكر أنها لو صحت. وما قال هذا الكلام؟ سبحان الله. أي نعم. يقول لو صح. أيوة. الخبر. أيوة. الذي هو أنا أقرأ عليه متتابعات، يعني حديث محمد بن المنكدر، بلغني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى قضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا بينه؟ قالوا نعم يا رسول الله، فالله حق بالعفو إلى آخره. يقول إن صح هذا الخبر حمل ذلك على الاستحباب، أما القراءة فهو يقول إنها لا تصح، صرح بذلك. فالاحتمالين واحد. طيب نصح. هذا الخبر ما هو؟ هذا الخبر فيه إثبات القراءة. إيه، هو يقول لو صح الخبر، ما هو لو صحت القراءة. لو صح الخبر بهذه القراءة صحت القراءة. لا لا لا، ما يقصد هذا، لأنه في الأول جاء بالخبر بالقراءة الشاذة وأبطلها، قال ما نستدل بالأنها ما يصح. ثم ذكر حديث. ثم ذكر طيب. هذا الحديث وقال لو صح. أيوة. الحديث لحمل، مهل حملت ولو صحت. لو صح الحديث صحت القراءة. لا، الحديث حديث آخر. نعم. والقراءة شيء آخر، كلاهما سندان. نعم. القراءة الشاذة بسند والقراءة هذا بسند. الله يبارك جزاك الله خير. عرفت يا أخي؟ يعني بس أحتاج إلى أن لابد تعرف. أنا الآن فهمت جدا، لكن لم يحضرني الآن مراده في هذا. مراده يقول في هذا. على كل حال هو نص على أن حملت على الاستحباب، إن المتتابعة أحسن لما فيه موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهه بالله. أيوة، موافقة الخبر يعني خبر محمد بن المنكدر في اللي فيه وجوب التتابع، اللي فيه لا عدم التتابع. مستدل أنها لو صحت لحملت على الاستحباب. نعم. لو صح الحديث لحمل على الاستحباب. على الاستحباب. طيب لا يحرج. جزاك الله خير. مشكلة. أحسنتم. طيب يا أخي. هذه المؤاخذات أو الملحوظات العامة والخاصة حقيقة لا تنقص من جهد الطالب ولا من قيمتها العلمية، وبخاصة كما قلنا أن الرجل يكتب أول رسالة أو أول بحث علمي يقدمه للناس، فالعمل عمل بشر، والبشر كما تعرفون معرضون للخطأ، وكثير من الملحوظات كما سمعتم هي عبارة عن اختلاف في وجهات النظر، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا قبولا حسنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، ثم تولى مناقشة الباحث العضو الثاني في هذه المناقشات والتصويبات، وهو الدكتور إبراهيم الإبراهيم، حيث وجه الباحث كذلك ملحوظات عامة وأخرى تفصيلية، تستمعون إلى بعض الجوانب منها، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الرسالة المعروضة للمناقشة هذه الليلة تكتسب أهمية خاصة تتجلى في أنها تتناول المقارنة
بين آراء عالمين من أعلام أصول الفقه هما الغزالي وابن قدامة. ويزيد من أهميتها تعلقها بكتاب روضة الناظر الذي هو الكتاب المقرر أو شبه المقرر في مادة أصول الفقه. وإذا كانت العلاقة بين الروضة والمستصفى ظاهرة للمختصين في هذا العلم فإن هذه الرسالة كشفت هذه العلاقة بوضوح تام في الكيف والكم وفي المتابعة والمفارقة. والباحث قد قدم عملا أجاد فيه وأفاد في مادته العلمية وأحسن في الترتيب والصياغة. وهناك بعض الملحوظات العامة والخاصة نعرض إليها، وإن كان فضيلة الدكتور أحمد كفانا جزاه الله خير كثير من الملاحظات فننظر هذه الملاحظات أو الملحوظات. والأمر الأول الذي يحب التنبيه عليه هو في عنوان الرسالة، إذا لم يحصل تحرير لهذا العنوان فالعنوان بدأ بالمسائل الأصولية، وأنت ذكرت مناقشات في الأدلة وفي بعض الفروع وهو يخرج عن المسائل الأصولية، وكذلك قلت التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي، وهذا أيضا أشار إليه الدكتور أحمد. فهناك مسائل انفرد بها الغزالي، هناك مسائل انفرد بها ابن قدامة. ولو حررت العنوان وسلكت المنهج المتقيد بعنوان دقيق لكفاك كثير من البحوث، فما أدري رأيك في هذا؟ ما أدري، بديل عن العنوان. أنا كنت فعلا عرفت أن العنوان يحتاج إلى إعادة نظر. نعم. وأنا الآن لست مقتنعا من حقيقته، لأن فيه عموما ظاهرا يعني وليس فيه دقة متناهية. لكن أنا صغت عنوانا، حاولت أني أكون أو بذل جهدي أن يكون أشمل من هذا، لكن كان رد القسم علي ردا غير ذلك بأنه لا بد أن يختصر. وهم جزاهم الله خيرا اجتهدوا وكفوني مؤونة هذا، فرأوا حتى أنهم قالوا نرى أن يكون البحث بعنوان كذا وكذا. لكن أنت توسعت عن العنوان، يعني خرجت أكثر. أما قضية المسائل الأصولية، نعم أنا بحثت مسائل عقدية رأيتها مهمة، وبحثت مسائل فرعية وحاولت الربط بين الفروع والأصول ما أمكن. وما هذا إلا لأن لو نظرت الآن إلى علم الأصول عامة وأردت أن تخرج منه بالأصول، علم الأصول هو مجموعة من علوم في مسائل في الحديث ومسائل في القرآن ومسائل في السنة ومسائل في اللغة وهكذا، هذه كلها تدخل تحت عنوان مسمى المسائل الأصولية. لو أردنا كذا كان أخرجنا مباحث السنة قلنا هذه تبع الحديث. لا، ليس المراد كذلك. العلماء رحمهم الله في الأصول أيضا يبحثون مسائل في السنة ويبحثون مسائل في القرآن وهي من لا لا نخرج عن يعني المقصود أنك تبحث المسائل الأصولية، أحيانا تعقد خلاف بينهم وتقارن بينهما في استدلال مثلا ذكر دليل من الأدلة أو في فرع من الفروع الفقهية، وهذا خروج عن أصل الموضوع الذي هو المسائل الأصولية. هي تدخل في عموم لما يبحثها الأصوليون. البحث يعني طال، وهذا لا شك أن فيه مجهود تشكر عليه، ولكن طال كثيرا فعلا، والسبب هو الخروج عن العنوان. صحيح صحيح فعلا. أيضا المسائل التي انفرد بها ابن قدامة والمسائل التي انفرد بها الغزالي، يعني كنا نود أن نرى أنك تشير في الدراسة، أنت عقدت دراسة عن ابن قدامة والغزالي وترجمت لهما، لو ركزت على النواحي التي تستفاد من المقارنة، هي اللي تستفدتها في أثناء البحث، المقارنة بين هذه المسائل، ومن ذلك يعني لو جعلت المسائل التي انفرد بها الغزالي في الدراسة وذكرتها ولم تعرض إليها في صلب الموضوع، كذلك المسائل التي انفرد بها ابن قدامة لأنه لم يخالف. المخالفة هنا تعني أن الغزالي له رأي
وأن ابن قدامة له رأي خالف فيه الغزالي. نعم. فلو تقيدت بهذه الأمور لكفاك كثير من المباحث. يعني ترون أنها توضع في الترجمة أو نعم. في التعريف بالكتابين. نعم. ماذا يبقى للصلب؟ المسائل الأصولية التي ورد فيها الخلاف بينهما. يعني نعم. يعني ترون نعم. المسائل التي الشكلية تكون في الأول. نعم. لا ليست المسائل الشكلية. نريد المسائل الأصولية هي التي تكون يجري فيها البحث التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي. طيب. أما المسائل التي انفرد بها ابن قدامة أو المسائل التي انفرد بها الغزالي لا تذكرها في البحث وتقول هذا خلافا في الذكر وعدمه. بس ألا تدخل فيها؟ فتفردها في المقدمة، تذكر أن ابن قدامة خالف في المسائل التالية ولا أبحثها، والغزالي انفرد أو أن الغزالي انفرد بمسائل معينة لا أتعرض البحث فيها، وابن قدامة انفرد بمسائل لا أتعرض البحث فيها. أحسنت. وتسرد هذه المسائل. هذا طيب. يكون فيها مجرد ذكر ولا في يعني يعرض البحث للإطالة. لكن من التتبع الاستقراء يحتاج إلى دقة في أن تثبت كل مسألة خلافية. لا إذا رسمت العنوان يعني وهو دقة في وضع المنهج، لأن أكثر الصعوبات التي تواجه الباحثين سواء في البحث أو في المناقشة هو في عدم رسم عنوان دقيق وعدم رسم منهج دقيق والالتزام به. وأنا في اعتقادي أن أكثر الرسائل التي تطول إنما تطول بالخروج عن المنهج. كل حال يا دكتور حقيقة أن فيه مسائل من هذه الرسالة مسائل. نعم. يعني من 100 مسألة أولف فيها دكتوراه وماجستير وحدها. نعم. المسائل. نعم لا شك في هذا. في الحقيقة الإنسان يتردد بين دافع الإطالة والإفاضة وإشباع الموضوع حقه. نعم. وبين الاختصار والإيجاز. نعم. ولذلك يعني حصل عدم توازن في بحث المسائل. صحيح. بعض المسائل نعم. يحصل فيها إطناب جدا، والبعض الآخر اضطررت إلى أن تلف الموضوع في بعض المسائل. على حسب ما يقتضيه المقام يا دكتور. لا يقتضيه المقام أبدا. جزاك الله خيرا. يعني هناك مسائل اضطررت أن لا تعرض للمناقشة في الأجل. إنما مع الوفاة ما أعرف يعني نتجاوزها لئلا نطيل، مع أنك أطلت في مسألة الكلام وفي مسألة الحقيقة والمجاز. صحيح. وهاتان مسألتان مهمتان حقيقة. يعني أيضا يعني يلاحظ أنك في يعني البحث أو المنهج في بحثك لم يكن مستقر على وضع معين. بدأت في أول البحث بإطناب يعني ظاهر، فبحثت مباحث القرآن في 330 صفحة أو أكثر. نعم. يعني تشكل ثلث البحث. نعم. الهمة في الأول يمكن. نعم. مباحث السنة في 80 صفحة. حصل يعني تغير في هذا. هذا فعلا كان يعني لو وضعت منهج دقيق تسير عليه وألزمت نفسك حتى لا تتجاوز كان أظهر و... صحيح. أفضل وأريح لك. لكن مع عدم يعني وفائي ببعض الموضوعات إلا أني حاولت أن تكون مهمة على حسب ما يقتضيه المقام. نعم. منهجك في المقارنة بين أو في سياق المسألة. نعم. بعض المسائل تقتصر على رأي الغزالي وابن قدامة، وبعض المسائل تعرض لآراء العلماء والأدلة والمناقشة. نعم. يعني في التفاوت، لماذا؟ المسائل ليست واحدة، المسائل فيها جوهرية. نعم. كما أخبرت فيها قبل قليل. وفي مسائل شكلية لا تحتاج إلى الإفاضة فيها وأذكر آراء العلماء فيها. في المسائل الجوهرية المهمة التي فيها خلاف قضايا يعني اختلف فيها الأصوليون اختلافا واسعا أذكر مذاهب الأصوليين أخرى بغية الحصول على الراجح. أنا قد لا ألتزم برأي الإمامين. فالمسائل التي تحتاج إلى الإفاضة لأهميتها أو كثرتها في الأصول. لكن من وجهة نظرك أو لأهمية المسألة ذاتها. لأهمية المسألة في الغالب. يعني بعض المسائل تفيض فيها جدا، وبعض المسائل تختصر، وهي مسائل وقع فيها الخلاف بين ابن قدامة والغزالي. لو كان المنهج دقيق في أنك مثلا تجرد البحث في مقارنة بين الغزالي وابن قدامة فقط. نعم. أو أنك تلزم نفسك بذكر أقوال العلماء يكون المنهج موحد لكان أفضل. صحيح. بس كان حريص منهج موحد في المسائل الجوهرية. نعم. ولهذا قل أن تجد مسألة جوهرية إلا فيها أقوال العلماء والأدلة والمناقشات والراجع. على أي حال يعني لابد من ضابط ولابد من التزام بها، يعني الخروج عن جزاك الله المنهج. حق حقا أحسنت. هناك أيضا يعني ملاحظة لا أدري الإخوان أصحاب الفضيلة يوافقون عليها أو لا. بالنسبة لتقرير رأي ابن قدامة، بدأت في أول البحث وأنت إذا لم يصرح
برأيه؟ قلت ولا أستطيع القول برأيه في هذه المسألة لأنه لم يصرح. وإن كان يمكن التماس رأيه بقراء موجودة في المسألة، وهذا تقريبا في أول البحث. ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى بعكس هذه، وهو أنك تجزم، يعني تقيم القرائن على رأي ابن قدامة في هذه المسألة لأنه لم يصرح، ولكن تقيم القرائن. فإذا قمت القرائن قلت هذا مما لا يدع شك في أن قولك كذا. صحيح، هذا فعلا، وهذا تغير في المنهج. في المرحلة الثالثة من البحث، لكن في قصدي ذكرت، يعني توسطت بين هذين الأمرين. نعم، تقول إن ابن قدامة يقول بكذا وكذا والدليل عليه كذا، وتقيم القرائن وتقول هذا هو رأي ابن قدامة فيما يظهر لي. نعم، وهذا هو المنهج السليم. فحصل تدرج، لعل هذا من اختلاف المسائل يا دكتور، يعني لعل هذا من التطور في نضج ملكة البحث عندك. هذا يبشر بخير. جزاك الله خيرا، هذه شهادة طيبة. هناك توثيق للمعلومات، أحيانا أجدك تبحث المسألة فتوثق توثيق دقيق، وأحيانا توثق بالجملة، تذكر الأقوال والأدلة ثم تسرد مراجع جميع في الأخير. على كل حال أنا أحرص جدا أن أوثق كل معلومة تحتاج إلى توثيق. نعم، في آخر المسألة أذكر المراجع التي تحتاجها. نعم، لكن أحيانا توثق بالجملة وأحيانا توثيق يكون دقيق فعلا. ما أدري أن أحيانا تتوفر لديك المراجع وأحيانا لا تتوفر، أو أن هناك ظروف تؤثر على البحث، يعني الباحث أو القارئ للرسالة يدرك أن كل مسألة لها ظروف خاصة حينما تبحث، لك توجه معين. فلا أدري هل هذا كل مسألة هناك ظروف معينة زمانية أو مكانية أثرت على البحث، أو ما أذكر شيئا في هذا، لكن كل مسألة بحث جديد. نعم نعم، والأمور قضية التوثيق أنا حرصت كثيرا على التوثيق، وفعلا ذكرت منهجي فيما قرأته قبل قليل أني أحاول نوثق كل ما أخذته منه. لا، المنهج يعني وضعته، لكن الالتزام به أيضا ما في شك، الكمال لله وحده. نعم، بالنسبة للمادة اللغوية، توثيق المادة اللغوية، نعم، تذكر الجزء والصفحة وتكتفي بذلك، وكان الأولى أن تذكر المادة العلمية. أذكرها أحيانا، المواد اللغوية لا يكفي أحيانا، وفي الجملة هذه مخارج يعني من المنهج فعلا. طيب يا دكتور، ماذا يفيد أني أذكر المادة؟ لا أقول في صفحة كذا وفي جزء كذا وفي كتاب كذا من طبعة كذا ونشرة كذا. إذا القضية الالتزام بمنهج معين، لأن وإفادة بأن هذه المعاجم اللغوية بنيت على أساس معين، لابد أن تلتزم بهذا الأساس ولا تلغيها. صحيح، نعم، لكن أرى يعني ضرورة. نعم، هناك صفحة وجزء. الترتيب الزمني أمر يعني يستحسن في ذكر المراجع. نعم، يستحسن هذا. صحيح، لأنه يعطي أن المعلومة كانت في كذا، ثم ما من يأتي بعد إما أنه وافق على هذه المعلومة أو أضاف جديد أو خالف. نعم، في الترتيب الزمني في ذكر الأعلام أو في ذكر المراجع أمر يستحسن في الرسالة. نعم، وهذا حصل ولا ما حصل يا دكتور؟ لا، ما حصل مطلقة ترتيب الزمن. دع مطلقة، المهم أنك لم تلتزم بالمنهج فقط. أنا ذكرت قبل قليل أن التزامي وتخرج عن في مسألة هذا أمر حرص كثيرا على ترتيب المراجع على حسب الزمن. يعني ما يمكن أقدم مثلا كتاب من الحنابلة على كتاب من كتب الحنفية في الجملة يعني. نعم، ولا أظن يعني، حتى أني كنت أكتبها بدون تنسيق. نعم، ثم اضطررت إلى إعادتها وترتيبها وأخذها من الطابع وتغييرها وقد تلحظون. نعم، هذا. نعم، على حرص على أن تكون مترتيب زمن. شوف، المنهج إذا لم يلتزم به من أول خطوة في الرسالة لا يتمكن مهما بذل من جهد من إعادة الترتيب. فوات الحرص، لأن سيفوت الكثير. فوات الحرص، ولا كنت حريصا جدا على الالتزام. نعم، بهذا، لأني مقتنع فيه تماما. نعم، هناك يعني أيضا عنيت بشكل الآيات، وهذا أمر تشكر عليه. جزاكم الله. هناك يعني بعض الآيات ولعلها يعني تلاحظ. نعم فعلا، سنشرها في التشكيل. بالنسبة لل يعني على كل حال ترى استدركت يا دكتور في بعضها. نعم، وإن حبيت يعني نعم. طيب يا أخي، إيش اللي ترى؟ نبدأ في
الأمور التفصيلية صفحة 5 هنا السطر السابع. نعم. تقرأ أصحاب تقول أصحاب الأيدي المتبالغة في الطول. نعم نعم. ما أدري المتبالغة هاي. هذه قرأت في كتاب أظن الشوكاني رحمه الله مقدمته. نعم. استفدت من بعض عبارات مشايخنا. وكانت البالغة في الطول. نعم المتبالغة يعني كأنها تسعى إلى التبالغ في الطول وكذا. وأنت أعطيت العبارات هنا دفع قوي يعني. حق تستحق أكثر يا شيخ. على كل حال يمكن الأساليب الخطابية تغلب على. لا يعني في الرسائل الأصولية يعني. صحيح. خفف منها. صحيح. اقرأ إن هذه القضايا السطر السابع. إن هذه القضايا والحوادث لا يمكن أن تقدم الأمة الإسلامية فيها حلا شرعيا إلا إذا كان علماؤها وأهل الحل والعقد فيها على مستوى قوي وإلمام نظري وعملي بقواعد علم أصول الفقه الذي يؤهل لمعرفة حكم كل جديد على ضوء القواعد والأحكام والأمارات التي وضعها ليضفي على الحكم الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة وأدلة النقل الأخرى وحجج العقل السليم وبعد النظر في معرفة مقاصد الشريعة وقواعدها وأسرارها. نعم. أولاً الأسلوب أسلوب إنشائي ظاهر في المقدمة. وهذا طالت المقدمة. الأساليب الأدبية تكون في المقدمة والخاتمة. لكن طالت جداً. وهذه الأساليب يعني الفياضة والعبارات الفضفاضة هنا يعني نعم أنا مهما كان الأمر توقع الإنسان في شيء. صحيح. أن تقول ليضفي يضفي ماذا؟ يضفي الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة كل حكم كل جديد. ولهذا قيدتها بالمأخوذة من الكتاب والسنة حتى لا يضفي ماذا؟ الحكم ليضفي على الحكم الشرعية. يضفي على الحكم الشرعية. نعم إيه؟ ماشي. الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. بعدها بفقرات والعلم الصحيح. نعم. والعلم الصحيح بالجواب عن هذه التساؤلات يكاد يكون ملحا. والعلم الصحيح بالجواب عن هذه التساؤلات يكاد يكون ملحا لمعرفة مدى القيام بالواجب والنهوض بالواقع. يعني ماذا تريد بالواقع؟ الواقع الذي نعيشه. الساقط؟ لا. نعم. واقع الأمة يعني. واقع الأمة. واقع نعم. العالم الإسلامي حول الأصول. نعم. واقع ماذا قدم المسلمون في نعم. في قضايا كثيرة. شك واقع معروف إنه. لكن الواقع. ما يقول يعني الواقع يبعد عن. النهض به النهض به فهو واقع وإن ترك فهو واقع. إن ارتفع الأمر فهو واقع وإن بقي فهو واقع. في الواقع يعني النهوض بالواقع أمر. نعم. وإن كان قد وقع ف. النهوض به قد يشق. اكتاف الرجال إن شاء الله الأصوليين بعد توفيق الله عز وجل. 333 تقول مناقشة استدلال قبل الأخير بثلاثة أسطر كما مر التمثيل له يعرف ذلك بالقرائن كما مر التمثيل له لم يسبق يعني أين مر التمثيل لم تبين مر الآن فأصبحوا لا يرى تدمر كل شيء الله خالق كل شيء وأتيت من كل شيء لأن عموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن كما مر التمثيل عليها الآن آنفا كذا نعم لو أكتب آنفا فعلا مر قريبا أو قريبا نعم 340 اختيارك في معنى التأويل نعم قلت الراجح وجه ترجيحه هذا يفهم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نعم فلو ذكرت هذا أشرت إلي نعم أليس كذلك؟ نعم أن المراد بالتأويل نعم جزاكم الله خير أحسنتم إيش
إن أريد بالتأويل التفسير يصح الصلة، وإن أريد به أنه لا يعلم إلا الله فيجب الوقف، والراجح الوقف ما يعلم تأويله إلا الله. كذا شو 392 392 نعم الصلب شيء. نعم 16 السطر الرابع من أسفل الصلب. فقد اتفق العلماء على أن الزيادة في هذه الزيادة في هذه الرتبة. كيف؟ في يعني؟ نعم في هذه الزيادة. أن الزيادة في هذه الرتبة. في هذه الرتبة بدون في هذه الزيادة. نعم يعني لا معنى لها. أحسنت. 95 300 صال صفحة سطر لا سطر قبل الأخير الصلب والذي قبل أيضا. نعم بينما ما أدري هل يصح رسمها هنا بالفصل وبينما أو لا. أحسنت. أو بالوصل بينما توصل. نعم نعم أحسنت. ما يصح الفصل 408 أما ثمرة الخلاف الخاص بالإمامين رحي الخاصة أو الخاص ماشي الخاصة خاصة على أي حال تصح إن شاء الله. نعم. إن أردنا بالثمرة تصير الخاصة وإن أردنا بالخلاف الخاص. نعم أحسنت. اقرأ نفس الثمرة. أما ثمرة الخلاف الخاصة بالإمامين رحمهم الله. نعم الخاصة. فتتجلى فيما يتفرع عن المرتبة التي اختلف فيها من مسائل فقهية. نعم اقرأ. المسألة التي ذكرها الغزالي في المستصفى وهي ما إذا زيد في الصبح ركعتان. نعم. فهذا نسخ عنده ليس نسخا عند ابن قدامة. نعم. فالغزالي يرى أنها نسخ ونحوها مما اتصلت فيه الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال ونحوه. نعم. هنا يعني لا أجد ثمرة خلاف. يرى أنه نسخ أو لا يرى أنه نسخ نفس الخلاف حكاية نفس الخلاف لا ثمرة الخلاف. بس هو مثل يعني ناحية فرعية. نعم. مثل لقضية الزيادة في الصبح ركعتان. وهذه أوردها في المستصفى. لكن قوله أن هذا نسخ أو ليس بنسخ هو نفس الخلاف ونفس القضية التي جرى فيها الخلاف. ليس ثمرة للخلاف. هو صحيح نعم يعني ليس هناك فروع تترتب. نعم ثمرة الخلاف ما يبنى على هذا. بأنه نسخ أو ليس بنسخ من اشتراط التماثل في القوة بين الناسخ والمنسوخ وعدم من المسائل التي تعتبر ثمرة لهذا. أحسنت. فهذا ليس بثمرة وإنما هو حكاية للخلاف عبارة عن هذا يقول بالنسخ وهذا يقول بعدمه. بعدمه. أحسنت. بارك الله فيكم. 422 نعم صفر. نعم استدل المانعون فقط أربعة. استدل المانعون بقوله تعالى. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا. نعم. نعم. حسنت. ومستدرك فعلا. 424 نعم. سطر 14 فضلا. نعم. فضلا فضلا على أو عن أن ما يذكرانه ليس طويلا بل مختصر موجز لا يسبب الإطالة والسآمة على القارئ. نعم هنا بل مختصر. لماذا إضراب هذه بل مختصرا ليس طويلا يعني بل مختصرا. بل مختصرا نعم لا تصح على أن لأن بل لا يجر ما بعدها إلا بشرطين. بل هو مختصر موجز. لا لا يصح. جزاك الله. يعني يجر ما بعدها إذا كان لها الصدارة ويليها اسم. نعم جزاكم الله خيرا. كما في قول الشاعر بل منهل النائم. أحسنت جزاك الله خيرا. ومعنى بل هنا لترك ما قبلها أخذ ما بعدها كما تقول رأيت زيدا بل عمرا. أحسنت.
وهكذا يا إخوة يستمر الدكتور إبراهيم الإبراهيم في مناقشاته التفصيلية الجزئية من قضية نحوية إلى أخرى علمية، ثم ينهي مناقشاته بملحوظة حول الروح الخطابية التي لاحظها في أطروحة الباحث الأزديس فقال: على أي حال يحسن أن نختم جزاك الله هذه المسألة على أن يسلم دكتور بأمي أنها ليست حقيقة، ينبغي تنزيه الكتابات العلمية عن الأساليب الخطابية معك. نعم جزاك الله. طيب هذا ما أردنا من ذكره، ونرجو أن تكون هذه الملحوظات مفيدة. اللهم آمين. ونرجو لنا وللباحث وللجميع التوفيق والسداد. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، وبعد مناقشات وتصويبات استمرت قرابة 3 ساعات، خلت لجنة المناقشة والحكم لتقويم عمل الباحث، ثم خرجت وقرأ المشرف على هذه الأطروحة الدكتور عبد الرحمن الدرويش قرارها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اجتمعت اللجنة المكونة لمناقشة الرسالة المقدمة من الباحث عبد الرحمن بن عبد العزيز ستيس، وأجمعت على أو أوصت بمنح الطالب المذكور درجة الماجستير بتقدير ممتاز. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله